بجد حرام عليك يا مستر سمير، في حد يعمل كده؟ يعني مش كفايه حضرتك ما تصلحش مذيع، كمان عايز تقدم كل البرامج؟ حد يعمل كده؟ سلام سلام. ايه مالك ما بتحضني قوي كده ليه؟ وبعدين ايه يعني بقدم كل البرامج؟ ما التنوع مطلوب برضك. انت فاكر نفسك عزب شو؟ ارجوك يا متر حامد انا ما بقتش قادر اتكلم، قول له انت. المعلنين والسبونسرز لغوا كل تعاقداتهم مع القناه. لغوها ليه؟ من غير ليه؟ القناه بقت مسخره، بقينا البانه في بق اللي يسوى اللي ما يسواش. وليلو يا انسه ليلى، البنت الصحفيه اللي اسمها عبله النجار دي عامله 30 جروب على الفيسبوك بتتريق عليك بالعربي، محدش طايقك، محدش متقبلك، دمك يلطش. ده رايك انت عشان منافسن انت واعداء النجاح. انما انا حبوب على فكره. حبوب؟ وده مين ده اللي يحبك وانت بالالوان اللي انت لابسها دي؟ ولا شعرك؟ ايه شعرك ده؟ كل ده شعري. لعلمك بقى الفورمه دي مفيش كوافير في مصر يعرف يعملها. انا بقعد طول الليل كافي شعري على قدام وقمت عليه بشرب في ليه؟ مستر حسين لو فلوسك اتدمرت انا ماليش دعوه. وانا كمان ماليش دعوه. ازيك يا سحس؟ عامل ايه يا حبيب؟ عامل ايه يا ابن عم؟ ازيك يا سمير؟ وحشني يا حبيبي. ايه يا ابن القلق اللي انت عامله ده؟ بقول لك ايه يا سمير، ابن عمك تعبان قوي. اوعى تجيب سيرتي في اي حاجه، انا طول عمري شغال في الدره. دكتور ميتشل طبعا اذنك بقى يا سمير. ما تقلقش يا ابن عمي، كل مشكله وليها حلال. سلام. هو كده قفل؟ تبصري كده ليه؟ طب ايه رايكم بقى ان انا هخلي الناس تحبني وغصب عنهم كمان؟ ايه هات موبايلي انا ماشيه. باظت لي الجنب، علم ما عندهاش احساس.